العلاقات المصرية الإيرانية علاقات مستقرة وتتسم بالمودة، وهناك بعثتين في كل من العاصمتين، بعثة مصرية في طهران وبعثة إيرانية في القاهرة، ويرأس كل من هذه البعثات شخصية بدرجة سفير، وهذه علاقة مستقرة وهادئة، ونستمر في هذا الوضع. فيما يتعلق بمسألة التنسيق المصري الإيراني للتوصل إلى رؤية مشتركة في الفترة القادمة، فهناك اتفاق ولا شك يجمع الوزير الإيراني ويجمعني وأيضا يجمع إيران ومصر. نحن نركز حاليا على التمسك بوقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار لوقف إطلاق النار. هناك حديث عن أن يتم التوقف عن الاقتتال والعمليات العسكرية في الساعة 7 صباح الاثنين. نحن نطالب الأطراف بالتمسك بهذا، وأيضا نطالب المجتمع الدولي بالضغط في هذا الاتجاه. که امریکایی ها متهم میکنن دیگران رو این کار طبیعیشون هست. حقیقتاً الاتهامات التي دائما الامریکین يقولون ضد ایران هي هذه اشياء طبيعيه، يعني هم طبيعتهم ان يتهمون ایران باشياء. امریکایی ها میگن ما حق داریم سلاح هسته‌ای داشته باشیم و دیگران حق ندارند انرژی هسته‌ای داشته باشند. الامریکین يقولون نحن لنا الحق ان يكون لدينا اسلحه نوويه، ولا يجوز ولا يحق للاخرين أن يكون لهم الطاقة النووية السلمية. اشتباه محاسبه دیگری رو نباید مرتکب بشند کسانی که طراحان تجاوزات اخیر بر علیه ملت و دولت لبنان بودند. هم في حساباتهم نأمل أن لا يكرروا هذه الأخطاء التي ارتكبوها والأخطاء التي هم الأشخاص الذين منظرين لهم هم الذين يشوقون يشجعون الآخرين على الاعتداء على البلدان الأخرى. لا نقوم بوساطة بين إيران وواشنطن في هذا الصدد، وموقفنا من الملف النووي الإيراني موقف معروف. نحن وسبق أن أعلننا أن تنفيذ اتفاقية منع الانتشار النووي تعطي الحق لكافة الدول بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهذا موقف مصري مستقر. صوروا بالعربية. باين وشه؟ باين اجوا بقى.